Message. Obama, your foreign policy of intervention in Iraq was supposed to be for the preservation of American lives and interests. So why is it that I'm having to pay the price of your interference with my life? هذه المشاهد على فظاعتها باتت حالا شبه يومية لم يعتدها الناس إنما لا يتوانون عن مشاهدتها. ليضاف إليها ما لا تصدقه الأذن، لحظة ما قبل الموت. شيل الحزب الليت بلبنان من الحكومة اللبنانية. هذا السلوك التي تتعمده الجماعات الإسلامية التكفيرية بات في أوجهه، خصوصا مع متبعي نهج القاعدة، تنظيم الدولة الإسلامية أي داعش وجبهة النصر، إذ المخطوف الضحية يتكلم بلغة جلاده قبل إعدامه، وبعيدا من معتقداته ناطقا بما يملى عليه ما يعد صدمة للمتلقي. فما حال المخطوف الضحية الذي يواجه الموت؟ أولا هن أشخاص غير عقائديين، اللي غير عقائديين معناه غير مؤدلجين يعني، أو ينتموا لأيديولوجيا محددة لحتى يواجهوا هذا الشيء ويضلوا مصرين على موقفهم. ثانيا بلحظة الخوف في مرات كتير بتعرضوا لابتزاز عاطفي عالي جدا وضغط عاطفي جدا، من خلال أنه هن بيهددوهم بالموت وما بيرجعوا بيقتلوهم، بيهددوهم بالموت وما بيرجعوا بيقتلوهم، فهو بيكون عنده كمان بعد أمل أنه يعملوا نفس الشيء اللي عملوه إذا حكى هو اللي حكاه. ثالثا كمان في عنا شيء كمان بلحظة معينة بيكون في أشخاص هن استسلموا لهذا القدر اللي هن فيه، فهن ما عاد فارقة معه شو بده يحكي، بده يحكي يعني شو ما قال له حكي رح يحكي، وبده يخلص من الأشياء، من الوضع اللي هو فيه أو الواقع اللي هو فيه، هو بيكون مستسلم للحظة اللي وصل لها أو للواقع الراهن، وبتضل عنده كمان بنفس الوقت رغبة أخيرة، وشو ما كانت هيدي الرغبة وهيدي اللحظة الأخيرة، بأنه هو ممكن أنه يرجع يعيش وممكن أنه هن يفرج عنه لو قال الشيء اللي هن بدهم إياه. هي هيدي اللحظة هل هيدي نفس الرغبة موجودة عند كل إنسان بدون استثناء؟ موجودة عند كل الناس، هي غريزة، هي غريزة الحياة، غريزة الموت بتنتج الرغبة، لذلك هذه الغريزة دائما بتطلبه ولو بآخر لحظة ولو بآخر نفس أنه هو يرجع نفسه على الحياة أو يحافظ عليها. إعدام المخطوف ينفذ قبل تصفيته جسديا. القاتل بالشكل اللي نحن عم نشوفه هو عنده رغبة أن يقتل المقتول كذا مرة، هو هذه الرغبة دائما موجودة ودائما أو بتظهر بشكل كتير كبير، فممكن يقتله مرة واثنين وثلاثة وعشرة وآخر شيء ينهيله حياته الجسدية، وهذا جزء من العملية اللي بتتم كلها سواء بشكل بدائي وبشكل فاحش كمان مش بشكل عادي. Obama have yet again for your actions killed yet another American citizen. وللقاتل سلوك حيواني يتخلى فيه عن صفته الإنسانية في التحليل النفسي. بس نشوف هيدا اللي عم يعدم، وعم يعدم بكل قوة قلب وكمان بحب. هيدا شو بيكون يعني إذا بدنا نحلله نفسيته، كيف فينا نصنفه؟ هو بالحروب دائما بترجع الإنسان للغرائز البدائية الأساسية، فتراجع كل الأشياء اللي بناها الإنسان ليحمي نفسه أو ليطور نفسه فيها بشكل مدني أو بشكل حضاري، وهالشكل البدائي الأول الأساسي هو إنه كان القتل كتير سهل وكتير مباح عند الإنسان، فهذا السياق بصير عم بيحطه ضمن إطار إنه ممكن يعمل أي شيء ويوصل لأي هدف بده إياه من دون ما ترف عينه، يعني ممكن يقتل ويقتل ويقتل. في زمن اختلطت فيه المفاهيم الإنسانية بالحيوانية، وفي زمن نعيش في منطقة واحدة مع عشاق الموت والدم، بات واجبا تحسس أعناقنا. يمنى فواز، قناة الجديد.